نعم، الحقيقة المأساة ترتفع وتزداد حتى مع الدول الأوروبية. والشيء الملفت للانتباه أن دول غربية بدأت تتعاطف بشكل كبير، حتى الذين قاطعوا وكالة الغوث اللاجئين 5 دول بدأت يعني بإعادة استرجاع أو بإعادة الحديث، لأن المشهد في داخل قطاع غزة وخاصة مستشفى الشفاء الذي لغاية هذه اللحظة ما زال الاشتباكات تدور حوله، اعتقال لأكثر من 300، أخذ منهم 170 إلى مراكز التحقيق في داخل إسرائيل، وبالإضافة إلى قتل خلال 24 ساعة 140، آخرها كان 50. الأمور تزداد لغاية الآن. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعي بأن قيادة حماس موجودة في داخل هذا المستشفى وأن به مستودعات، يعني نفس قضية موضوع المعمداني ونفس قضية المستشفيات التي كانت في السابق. هذا إن دل على شيء يدل استمرار الإبادة بسبب العجز الدولي أمام ما يجري والصمت العربي أمام هذا، وبالتالي نتنياهو ما زال يعني يرفع اليد العليا وما زال يتحكم، وكأن المفاوضات تجري تحت النار، علما أن كان الحديث أن الفصائل الفلسطينية تريد الانسحاب من المفاوضات، وكان هناك ضغطا كبيرا من المصريين والقطريين، لأن موضوع لا يعقل أن يكون هناك مفاوضات تجري بين الطرفين وهناك يعني قتال وهناك جوع غير مسبوق ومرضى غير مسبوقة. يعني حتى منظمات العالمية الدولية، أذكر أنه قبل يومين علقت أن الائتمان التصنيف لموضوع المجاعة خرجت عن التصنيف الخامس والذي هو يعد مجاعة. إذن هنا نتكلم عن كارثة أكثر من 70%، هناك حالة غير مسبوقة. سيد إسماعيل، الماء والكهرباء. نعم سيد إسماعيل، كما ذكرت يعني الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف المشافي والكوادر الطبية وحصار المجمعات الطبية، يعني ما غاية إسرائيل من استهداف القطاع الصحي رغم كل التحذيرات من انهيار القطاع بشكل كامل؟ سؤال جيد، لأن الموضوع بكل بساطة جدا هو يفشل أمام المقاومة الفلسطينية. ولاحظ أن كل الفيديوهات التي تبث ليست لها أي علاقة، نحن فقط نشاهد جنود تركض وتخرج وتصعد إلى الدرج وتنزل إلى الدرج أو فوق السور، أو نشاهد دبابات في داخلها جنود، يعني لا نشاهد أي شيء، وإنما الآن هو يتفرغ إلى المدنيين. عنصر المدنيين في الحروب هو عنصر هام، هو عنصر حرب نفسية، هو حرب وسلاح من أقوى السلاح التي تمارس الآن، وضرب الحاضنة الشعبية في داخل قطاع غزة، ضرب كل المقومات للحياة، وبالتالي هو يحاول أن يعزز هذا الفشل ويعوضه في المدنيين، لأن وضرب ليس فقط المدنيين، ضرب المؤسسات ذات الطابع الإداري، أي بمعنى تفكيك كل شيء له علاقة بحكم حماس من ناحية إدارية، من ناحية موظفية، من ناحية مدنية، كل له أي علاقة، واستلامها لجهات وخلق فوضى في قطاع غزة من أجل إيصال رسالة للمجتمع الدولي، لا أحد يستطيع أن يستلم قطاع غزة، وبالتالي سيبقى أمنيا مثل تماما الضفة الغربية، وبالتالي هذه بحاجة إلى سنوات من أجل كي الوعي وتغيير المناهج وكل هذه القدرة. هو عاجز عن ضرب المقاومة أو القضاء عليها، هو يعني يستخدم الوسائل الأخرى، الأطفال والنساء والمستشفيات. نعم وكل سيد إسماعيل، نعم نقطة أخيرة إذا سمحت لي، يعني بالتوازي مع ما يجري في قطاع غزة، كذلك يشدد الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته على مدن ومخيمات الضفة الغربية، الأمر الذي يخلف كذلك ضحايا مدنيين، كيف تقرأ هذا التجديد في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم وهذا صحيح. أولا نحن لا ننسى أننا في شهر رمضان المبارك، وهناك حساسية عالية جدا لهذا الشهر المبارك، بحيث يعكس بشكل كبير، هناك خناق منذ 7 أكتوبر على الضفة الغربية، وحجم الاعتقالات والتغولات والسيطرة على المدن في الحواجز، وبالتالي إسرائيل الآن نقلت موقعها، وهناك شكوك بين قوسين تدعي المؤسسة الأمنية بأن المقاومة
المقاومين في جنين ومخيم جنين شاهدنا كان هناك استشهاد لأربع جنين من خلال سلاح الجو، هي استخدمت نفس الطريقة التي يتم استخدامها في قطاع غزة. هذه رسالة للمقاومين في الضفة الغربية. وفي نفس الوقت هناك معلومات ذهبية هكذا وصلت للمؤسسة الشباك بأن في مخيم طولكرم أيضا كذلك الأمر يودون تنفيذ عمليات. هذا الشهر دائما يرتبط بتنفيذ عمليات وفقا للأحداث التي تجري، أبرزها قطاع غزة، وثانيا موضوع المسجد الأقصى والحصار عليه. نعم، كنت معي من القدس السيد إسماعيل مسلماني مختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.